بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. واحد وهابي مشهور اسمه سلطان العميري، بين يدي سؤال وجواب لهذا الرجل. يقول: سئل هل تكفر الأشاعرة أو هل نكفر الأشاعرة بعد إقامة الحجة؟ فأجاب: نعم، إذا أقيمت الحجة وأزيلت الشبهة يكفرون، لأن عددا من أقوالهم هي كفر بالشريعة. الخط العام للوهابية والتصريح الرسمي الذي ليس موجودا في الكتب، لكن التصريح الإعلامي: أنتم تتهموننا فنحن لا نكفر المسلمين. حتى داعش، والله 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 الذي لا إله غيره، داعش في المسجد الذي كنت أخطب فيه جاء إلي وقال لي: نحن لا نكفر المسلمين. وهذا من الظلم، والإعلام شوه صورتنا. فقلت: والله أنا فرحت. بعد ذلك علمت ماذا يقصد بالمسلمين، يقصد جماعته، يعني هو لا يكفر جماعته، أما نحن جميعا فلسنا من المسلمين عنده. حبذا لو قام هذا العميري فعرض لنا هذه المسائل التي بها كفر الأشاعرة. إذا كان يقصد التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام والاستغاثة به، تقريبا معظم الفقهاء أشاعرة وغير أشاعرة، بل هذا في الحنابلة أكثر من الأشاعرة. الحنابلة فريق آخر، ليسوا وهابية بلا شك، ليسوا حشوية، ولكن الحنابلة يتوسلون ويستغيثون بالنبي عليه الصلاة والسلام ربما أكثر بكثير من الأشاعرة. هذا لم يكفر إلا من عبد الوهاب، ومن عبد الوهاب رجل جاهل خارجي لا يحل له أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى. حبذا لو بيّن لنا هذه المسائل، أم يكفرون الصورة الذهنية؟ الأشعري رجل يقدم عقله على كتاب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، إذا يجعل حاكما مع الله، إذا يجعل حاكما فوق الله. إذا أنت تكفر الصورة الذهنية لأن هذا ما حصل. لا لا لا، الأشاعرة يقولون الله تعالى في كل مكان. فلما سألنا الأشاعرة وذهبنا إلى الأشاعرة ودققنا في كتب الأشاعرة، لم نجد أشعريا واحدا في العالم كله من علماء الأشاعرة أو من المصنفين في الأشاعرة يقول الله في كل مكان، بل قالوا هذا قول الجهمية وقول الأشاعرة: الله تعالى لا يتحيز في مكان، لأن الله ليس جسما حتى يتحيز. فلا يقول ويش يقول: جاء شخص وقال له، قال لك فلان يعني ضربني الآن فكذبته وقلت: لا لا لا، فلان ما ضربك. قال: إذن ليس هو وحده، إنما ضربني عشرة. الواحد المكان الواحد ممنوع، تقول الله في كل مكان، هذه من السخافات الوهابية التي يصرون عليها وينسبونها لأهل السنة والجماعة الأشاعرة. أيضا يكفر الصورة الذهنية، لأن الأشاعرة لا يقولون الله تعالى في كل مكان. لا، الأشاعرة يحرفون كتاب الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، ما هو الآية التي حرفناها؟ أرني إياها، أرني آية حرفناها، آية حرفناها. لا لا لا، ليس تحريفا، لكن تؤولون. يعني إيش نؤول؟ يعني ماذا نؤول؟ يعني التأويل هو خروج من دين الإسلام؟ يعني التأويل ده فسرناها بغير تفسيرك أنت تقول استوى ينجلس وهذا لم يرد، تقول استوى قعد والعياذ بالله هذا لم يرد، تقول استوى استقر ورد بإسناد موضوع المقاطع عن الكلبي، هذا لم يرد، فأنت تفسرها والسلف منعوا من تفسيرها، ونحن نقول بتأويلها باللغة العربية بأدلة شرعية، هذا اسمه تحريف؟ يعني حينما يكون المعنى للكلمة عشرة معاني ونجد تسعة منها لا تليق بالله سبحانه ونختار المعنى العاشر، هل هذا اسمه تحريف؟ طيب، ربما الأشاعرة يكفرون
لأنهم لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه. هذا أيضا من أباطيل الوهابية. ارجع إلى أئمة من متون الأشاعرة ولا سيما المحققين المتأخرين، بل حتى المنظومات، إلى اللقاني وشرح الباجوري، سيقول لك: ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها، وقيل لا وقيل لا خلف كذا قد نقل. يرجح القول بالزيادة والنقص، ويذكر القول الثاني، ويذكر القول الثالث أنه خلاف، أن الخلاف لفظي. طيب، هنا تكثرهم بماذا؟ أتحدى الآن هذا المخلوق المسمى سلطان العميري، وسمعت أنه رئيس قسم العقيدة في جامعة كذا وكذا، أتحداه أن يظهر لي وجها لوجه. والله تعبنا، ما كل كبارهم نتحداهم، لا أحد يستطيع أن يظهر، وقبل أن يظهر بيوم واحد أطلب منه شيئا واحدا، أن يكتب منشورا هكذا علنيا، ها، يبين لنا مسألة واحدة كفرنا بها، ويثبت هذا القول من كتبنا، ويذكر إجماع السلف على أن القول بهذا كفر. السلف الصالح، مو من باز وبن عثيمين وبن أعرف مين. بعد أن يبين ذلك سنلتقي وجها لوجه. أفيقوا يا من غررتم بهذه الفرقة التي تقول نحن لا نكفر المسلمين. نعم، كثير من عوام الوهابية لا يحب التكفير ولا يريد أن يكفر أحدا، يخاف الله تعالى، يخشى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، لا يريد أن يكون يوم القيامة مع الخوارج، أعلم هذا صحيح. وصغار الوهابية من غذي بأمثال سلطان العميري كدواعش وأمثالهم، هؤلاء يكفرون ما بين السماء والأرض، ويكفرون من لا يكفر من يكفرونه. يعني تصور إذا شخص كفروه مثلا ونحن لم نكفر هذا الشخص فهو كافر عندهم. كبار الوهابية يا جماعة، هذا سلطان العميري ومن قبله الحازمي، والحازمي هذا جلس على ركبه بين الأشاعرة وتعلم منهم وهو الآن يكفرهم. فإذا ما واجهت الوهاب: لا 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 لا، من هذا الذي يكفر الأشاعرة؟ يعني خارج كفرنا ما لن ننقص، وإذا حكم بإيماننا لن نزيد، ولكن نقوم بالتعرية، التعرية كشف المستور، ليعلم الناس أن الأئمة العظام كالشيخ ابن عابدين والشيخ زين دحلان والعربي التباني وأئمة الإسلام حينما قالوا عن هؤلاء الناس إنهم خوارج، قد أصابوا كبد الحقيقة. دولة السعودية وهذا سلطان العميري وأمثاله كلهم درسوا على الأشاعرة، ما من واحد منهم إلا وسجد أستاذه حينما كان في الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي أو الجامعي، أستاذ مصري أو شامي، وأكثر من 90% من هؤلاء أشاعرة من علماء الأزهر ونحوه. طيب لماذا كبار شيوخكم يأتون بالأشاعرة ليدرسوا؟ لماذا يأتون بكفار؟ ها، ربما من أجل أن تقيموا عليهم الحجة. بس على فكرة هم اطلعوا على كل ما عندكم وقرأوا كل كتبكم وبيّنوها وفندوها، وأنتم لم تقرأوا شيئا من كتبهم، وإذا قرأتم لم تفهموا شيئا من كتبهم. هناك بعض الإخوة: والله يا أخي نحن لا نكفر المسلمين وشيوخنا لا يكفرون. فإذا ما نشرنا مثل هذا خنس واختبأ، ما راسل ولا تكلم، تفضلوا. لا، هذه عينة وعينة متكررة، عينة يعني متكاثرة.
أسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.